الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان من أفضل شهور العام، ومن علينا بإدراك شهر الصيام والقيام، فضل أيامه على سائر الأيام، وعمر نهاره بالصيام، ونور ليله بالقيام. أحمده وأشكره على الإحسان والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، وأتقى من تهجد وقام، صلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والمسارعة في الأعمال الصالحة للفوز بمغفرته وجنته. أيها المؤمنون، نهنئكم بإقبال شهر رمضان المبارك وقدومه، ونسأل الله تعالى أن يسلمه لنا وأن يتسلمه منا متقبلا، وأن يكتب لنا في أوله رحمة وفي أوسطه مغفرة وفي آخره عتقا من النيران. عباد الله، ما معنى الصيام؟ الصوم معناه في اللغة الإمساك والامتناع عن الشيء، ومعناه في الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع استحضار النية. ولماذا نصوم رمضان؟ نصومه لأن صيامه فرض كتبه الله تعالى علينا لما فيه من تحقيق للتقوى وتزكية للنفس وصفاء للقلب. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما أجر الصائم عباد الله؟ فإن أجر الصيام عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام من أفضل العبادات، وأجره لا مثيل له. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك. فقال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له.
وهو سبب للمغفرة ودخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، فيأتي الصائم يوم القيامة وصحيفته بيضاء نقية، ينادى عليه ليدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منهم أحد غيره. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد، فما أكثره من أجر وما أحسنها من كرامة حين ينادى المرء باسمه أمام الخلائق ليدخل الجنة. فاللهم لا تحرمنا بركات رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام. كلام رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله، بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خير الرازقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الفائزين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله أحكم الحاكمين، واتبعوا سنة نبيكم الأمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أي على سيد المتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع المذنبين وارض عن ساداتنا أبي بكر الصديق أفضل الراشدين وعمر الفاروق أشرف المهتدين وعثمان ذي النورين أجود المرشدين وعلي المرتضى إمام المؤمنين وعن حمزة والعباس عمي خاتم النبيين وعن بقية أصحاب رسولك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات طيب ثرانا وثراهم واجعل الجنة مأوانا ومأواهم اللهم طول أعمارنا وأعمار والدينا وأعمار أساتذتنا لا سيما عمر أستاذنا لخدمة دينك الإسلام مع الصحة والعافية والسلامة والتقوى يا رب العالمين اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا من الديون والمظالم والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا وأجر والدينا وأساتذتنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون